فأمره مباشرة إلى الجلسة الأولى، ومحورها هو سياسة تجريم الجنح البسيطة في منظومة العدالة الجنائية. المداخلة الأولى ستكون للأستاذ أسامة المنصوري وهو محامي من تونس، حول الجنح البسيطة في القانون التونسي، سياسة عقابية غير متسامحة. إذن هذه الندوة في الحقيقة هي ندوة مشتركة ما بين جمعيات في المغرب وجمعيات في تونس، في إطار شراكة أيضا بين الأورو متوسطية للحقوق، منظمة محامون بلا حدود، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ودينامية عدالة التي تشمل مجموعة من الجمعيات التي انخرطت في حملة إفريقية من أجل إلغاء العقوبة، من أجل إلغاء الجنح البسيطة أو الجريمة البسيط بالمنظومة الجنائية المغاربية وأيضا في شمال إفريقيا وكل دول إفريقيا. الهدف من هذه الندوة أيضا هي تبادل التجارب والممارسات الفضلة، خصوصا في مجال تفكيك الأزمة المتعلقة بالسياسة الجنائية وبالسياسة العقابية التي تتركز أساسا على الجريم وعلى الزجر وعلى العقوبات السالبة للحرية. والحال أنه أصبح اليوم في إطار التطورات أنه أصبح من اللازم إعادة النظر في سياسة التجريم وإعمال بدائل العقوبات وتدابير أيضا لهذه بعض التدابير التي تقينا أو تفعيل حتى بعض التدابير الموجودة في قوانيننا، خصوصا في المغرب بالنسبة لمصدرة الصلح اليوم لا تفعل بشكل إيجابي وفعال، من أجل القضاء على مجموعة من التحديات في الحقيقة المتعلقة بالإكتظاظ داخل السجون، بالتكلفة التي لا سواء على صعيد محاربة الجريمة أو على صعيد تدبير السجون وقطاع السجون، أيضا لمحاربة حالة العود التي أصبحت اليوم هي السمة الغالبة في مجال الجريمة، في مجال انتشار الجريمة داخل المغرب أو خارج المغرب. هناك تقارير ستقدم وهناك مذكرات مطلبية مشتركة ما بين الشركاء ديالنا، واللي غنحاولوا نقدموا فيها مذكرة بخصوص إصلاح المنظومة الجنائية في كل بلد اليوم يعرف هذه الإصلاحات. المغرب تونس مثلا اليوم سمعنا أنها بصدد من 2014 وهم بصدد إصلاح المنظومة الجنائية، واليوم هناك مشروع معروض على البرلمان. نحن في المغرب اليوم ننتظر أيضا مشروع القانون الجنائي من أجل تحرك والإدلاء بدلونا وبمقترحاتنا وخلاصتنا حول القانون الجنائي المغربي، خصوصا أنه السمة التي تغلب على هذه الإصلاحات هي كما قلت سيمة تجزئية وغير شمولية، مقاربة أخلاقية أكثر منها مقاربة حقوقية.